يخشوشنوا في ان النعمه لا تدوم. يعني مش كل ما تحب تشتري حاجه تشتريها، واذا كنت قادر على انك انت مثلا تتعشى فخده لحمه، ممكن في ايام مباركه زي دي تتنازل عن الحكايه دي وتضرب طبقين مكرونه حلوين وتدي حق اللحمه دي لحد غلبان. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ادى ستنا عيشه معزه، شاهيه معزه، وقال لها اذبحيها وفرقيها. ورجع فقالت له، قال لها ماذا بقى، ماذا بقي من المعزه او الحاجه زي كده؟ فقالت له لم يبقى منها الا ده اللي هو الكتف، لان سيدنا عليه الصلاه والسلام كان يحب اللحم المجاور للعظم، فشالت له كتف المعزه او الشاه. فقالت له ما فضلش منها غير ده. فقال لها لا ده هو ده، واللي فضل كل اللي اتوزع، اللي هناكله ده ما فيهوش حاجه، ده مش هناخد فيه ثواب ولا حاجه، انما كل اللي اتفرق هو ده اللي فضل. فيعني دي حاجات بناخدها عشان تعرف ان التعاون مع الناس واللمسات الطيبه، ادخال السرور على الناس امر واجب من باب الانسانيه. وبالتالي ما تفكرش كتير اللي قدامك ده اخلاقه ايه، ديانته ايه، شغلته ايه، مالكش دعوه بده كله خالص. هو انسان عليه الصلاه والسلام وقف لجنازه، قالوا له يهودي هذا يهودي يا رسول الله؟ قال اليست نفسا تفلتت مني الى النار. الله اكبر. وقام وقف لجنازه اليهودي لانه انسان، لانه نفس. فقال لهم اليست نفسا، وبعدين بقيت الحديث لكنها تفلتت مني الى النار. زعلان، زعلان ان الراجل ده مات قبل ما يبقى على ديانه الاسلام. فهي دي الانسانيه، الانسانيه في المطلق. لما تقرا لبوذا، ولا لما تقرا في ديانات كثيره كلهم كتب على فكره كتير جدا فيها حكم فوق ما تتصور، حكم جميله جدا جدا. كل هذه الحكم اللي من هنا ومن هنا ومن الهند ومن الصين ومن هنا كلها اتجمعت في القرآن الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ كل هذه الأمور في هذا الكتاب، عشان هو ده آخر كتاب من السماء. فالأيام الطيبة تستدعي من حضراتكم بس إيه؟ المودة والرحمة. لان ايه بقى لما بتحصل كده، ادي العشرة وبعدين نيجي لاول السنه وبعدين نيجي لشعبان ورجب ورمضان ومناسبه ومولد النبي، كلها حاجات بتستدعي فيك يعني توقظ، اللي هي ايه؟ الله يرحمه محمود السعداني كان يبعت لنا عايز فلوس نقابه الصحفي، النادي نقابه الصحفيين، المبلغ اللي بندفعه كل سنه، فيكتب كده نحن ننشط الذاكره. فاحنا برضو في باب الخلق بننشط الذاكره لينا قبليكم، يعني لينا احنا قبليكم بنقول شويه همه، الصوم كويس وترك الدقن وعدم مس الشعر في العشر ايام للي مثلا هيذبح ولا اللي هيضحي وكده، كل ده شيء رائع جدا، لكنه لك انت، لك انت، فثوابه بس للحكايه دي. انما اذا انت حطيت ده لناس كتير هتاخد كل الثواب ده، وتذكرك الناس دايما بالخير، يعني تذكرك الناس دايما بالخير لان انت راجل. وبعدين دي مثل لجارك ولده ولده ولده. الناس كنت بقول للحاج عفيفي خش تصلي في الجامع، زمان احنا كنا نسلم على بعض ونقول تعبير مصري بحت ما يقولوش حد في الدنيا كلها، نقول تقبل الله ماشي، بتدعي له ان ربنا يتقبل صلاته، يقول لك يعني تقول له حرما، يقول لك جمعا. انت بتقول له ايه؟ حرما، يعني يا ريت ان شاء الله تصلي الصلاه الجايه في الحرم، فيقوم هو يرد عليك يشكرك ازاي؟ يقول لك جمعا ان شاء الله. بطلوا يعملوا الحكايه دي. يعني نرجو الناس اللي اذا كانوا سمعوا كلام هنا ولا هنا ولا هنا، دي افشاء السلام، سلموا على بعض، زيدوا يعني الحياه خشنه بما فيه الكفايه. فما فيش حل غير ان احنا ننقي احنا انفسنا بانفسنا. ان الله يغير ما لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، نغير احنا ما بانفسنا.